صديقتي رئيس جمعيات آباء وأمهات وأولياء تلاميذ التقدم، حيث يدرس المتوفى تلميذ كان فعلا خلوق مجتهد، كان نموذج قدوة في المؤسسة. قضاء وقدر، حدث ما لم يكن حسبا، النتيجة ديال أنه كان كيجري شي تمارين رياضية بإحدى المؤسسات المجاورة للسكن ديالو، فحدث ما لم يكن حسبا، سقطت عليه أحد الشبكات البارات ديال الباسكت الحديدية فسقط ميتا. بهذه المناسبة يسعدنا أو أن نتقدم الجمعية كمكتب وكجمعية نيابة على الأباء والأمهات إلى أسرة فقيد، وإلى الأخت ملكة عضوة المكتب معنا الأم ديالو، بأصدق تعازي وبأحر المواسات المواسات، وإنا إليه وإنا إليه. علاقتنا بهذا الوليد هو أنه كينتمي للمدرسة بصفة حارس مرمى. الخبر تلقيناه بحكم عن طريق الواتساب، لان دايرين مجموعات ديال المدرسه، مجموعات المدرسه باش كان نتواصلوا بعضياتنا، فاذا بالوالده ديالو كتصيفط لنا هذا الخبر. اولا كنبغيو نبلغوا التعازي ديالنا للاسره الكبيره والصغيره وفاه الطفل هذا. الطفل هذا اللي كان عندنا داخل النادي كان طفل يعني ذو اخلاق حسنه، كان واحد المحب للرياضه، محب النادي القنيطري. وفاته المانيه في الظروف الصعبه. كان واحد الشاب خلوق، شاب اللي يحب كره القدم، كان كيتمنى يكون حارس من الحراس الكبار ديال القنيطره. اللي يمكن لي نقول لي اولا هو الصبر والسنوان الام ديالو، لان الام ديالو هادي الله فقدات الزوج ديالها. وكان اللي كنطلبوا من الله الرحمه والغفران في الطفل الشاب هذا، وان الله وان الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المناسبه ديال الوفاء ديال الاخ ديالنا والصديق ديالنا والشاب ديالنا سي محمد، كلهم من الاصدقاء ديالو كيضحكوا معاه بصفته كحارس مرمى، يضحكوا عليه يضحكوا معاه شويه. ومع الاسف جانا هذا الخبر يعني فجاه، ودابا هذه المناسبه كنقدموا تعازينا ديالنا للاسره ديالو، وانا لله وانا اليه راجعون.